الأصحاح الرابع. ثم رأيت بابا مفتوحا في السماء، وسمعت الصوت الأول الذي خاطبني من قبل كأنه البوق يقول: اصعد إلى هنا لأريك ما لا بد من حدوثه بعد ذلك. وفي الحال اختطفني الروح، وإذا عرش في السماء، وعلى العرش واحد يبدو كأنه اليشب والعقيق الأحمر، وحول العرش قوس قزح في مثل لون الزمرد، ويحيط بالعرش 24 عرشا، وعلى العروش 24 شيخا يلبسون ثيابا بيضاء، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. ويخرج من العرش برق وأصوات ورعد، وتتقد أمامه 7 مشاعل هي أرواح الله 7، وقدام العرش ما يشبه بحرا شفافا مثل البلور، وفي وسط العرش وحوله 4 كائنات حية مرصعة بالعيون من قدام ومن خلف. الكائن الحي الأول يشبه الأسد، والكائن الحي الثاني يشبه العجل، والكائن الحي الثالث له وجه كوجه الإنسان، والكائن الحي الرابع يشبه النسر الطائر. ولكل كائن حي من هذه الكائنات الحية 4 6 أجنحة مرصعة بالعيون من حولها ومن داخلها، وهي لا تنقطع عن التسبيح ليل نهار: قدوس 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 الرب الإله القدير، كان وكائن ويأتي. وكلما سبح الكائنات الحية 4 تسابيح التمجيد والإكرام والحمد للجالس على العرش والحي إلى أبد الدهور، ركع 24 شيخا أمام الجالس على العرش، وسجدوا للحي إلى أبد الدهور، وألقوا أكاليلهم عند العرش وهم يقولون: يا ربنا وإلهنا، لك يحق المجد والإكرام والقدرة، لأنك خلقت الأشياء كلها وهي بمشيئتك كانت ووجدت.